ثم قال والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يعني هذه الأموال حسرة في الدنيا وحسرة في الآخرة ويحشرون إلى جهنم. أي خسارة أعظم من هذه الخسارة؟ أي خسارة أعظم من هذه الخسارة؟ أموال تنفق ثم تكون حسرة ثم يغلبون ثم إلى جهنم يحشرون، أي خسارة أعظم من هذه الخسارة؟ وهذا الأمر في العير التي أنفقتها قريش وزادت عليها من أموالها لتحارب دين الله، لتحارب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الآية ليست خاصة بهم، بل هي نزلت فيهم لكنها تعمهم وتعم الكفار في كل زمان وفي كل مكان إلى يومنا هذا، إلى أن تقوم الساعة. أن الذين ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله سينفقونها ثم تكون عليهم حسرة في هذه الدنيا، ويغلبون في هذه الدنيا، ويحشرون إلى جهنم في يوم القيامة. لأن الله سبحانه وتعالى جعل هذه قاعدة سبحانه وتعالى لكل أحد في كل زمان في كل مكان سبحانه وتعالى. وانظروا كم دفعت الكنيسة الأوروبية في سبيل التنصير في آسيا وفي أفريقيا، لا أقول ملايين، المليارات. وكانوا يقولون سنة 2000 أندونيسيا دولة نصرانية، من كثرة ما دفعوا من الأموال وضخوا في أندونيسيا إرادة أن تكون دولة نصرانية، وأنشأوا فيها الكنائس ومكنوا فيها أصحابهم وضغطوا فيها على الحكومات وبذلوا الأموال الكثيرة، حتى إنه مرت أيام في فترة من الفترات أن الدولة هناك كانت أحيانا تستأجر طائرات من الكنيسة. الكنيسة هناك صارت تملك الطائرات، ليست القضية قضية 100,000 و200,000، لا، طائرات تستأجرها منهم الحكومة. مليارات ضخت على أندونيسيا، وما زالت أندونيسيا ولله الحمد والمنة أكبر دولة إسلامية، وبذلوا أكثر مما بذلوا في أندونيسيا في أفريقيا. وقالوا أفريقيا قارة النصارى، والحمد لله دين الله يعلو والناس يدخلون في دين الله تبارك وتعالى، وهم يبذلون الأموال الكثيرة في سبيل الصد عن دين الله تبارك وتعالى والدعوة إلى النصرانية وغيرهم وغيرها، ولكن الله مظهر دينه. أما اليهود، اليهود لا يدعون إلى دينهم، حتى البوذيين والهندوس وأهلا لا يدعون إلى دينهم لأنهم يرون أنهم مختارون أصلا، لكن الذين يدعون إلى دينهم وينشطون في ذلك هم النصارى، وينفقون في سبيل ذلك الأموال الكثيرة. فنقول لهؤلاء النصارى فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وهذا لا يعني أننا نقف مكتوفي الأيدي ننظر إليهم ونقول ستكون عليهم حسرة، لابد أيضا من المدافعة. كما ينفقون أموالهم حسرة ننفق أموالنا لتكون لنا رصيدا عند الله تبارك وتعالى، كما سيأتي في قول الله تبارك وتعالى ليميز الله الخبيث من الطيب. فالخبيث هي الأموال التي ينفقونها في سبيل محاربة دين الله تبارك وتعالى، والطيب المال الذي تنفقه أنت في سبيل الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، فيميز الله تبارك وتعالى بين الخبيث وبين الطيب، فيجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه في جهنم. وهكذا كل من أراد أن يحارب دين الله تبارك وتعالى فإن الله ناصر دينه سبحانه وتعالى. إن نصره بك فهذا شرف لك، شرف لنا أن يجعل الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين وسائل وأسبابا لنصر دين الله تبارك وتعالى. وإلا هو ناصره فينا وبليانا، فينا أو بغيرنا، هو دين الله باق. ولكن السعيد هو الذي يجعله الله تبارك سببا في نصرة هذا الدين. جعلنا الله وإياكم منهم.